بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة راعي البطولة. أقيمت يوم أمس الجمعة منافسات بطولة بريف لفنون القتال المختلطة على صالة مدينة خليفة الرياضية التي تنظمها منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع مؤسسة خالد بن حمد والاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة. وقد بدأت البطولة بعرض فيلم تعريفي عن رياضة فنون القتال المختلطة. بعدها أعلن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن انطلاق أول بطولة دولية تنظمها المملكة، لتبدأ منافسات البطولة التي شاركت فيها 20 مقاتلاً محترفاً من 10 دول، والتي شهدت حضور سمو الشيخ خالد بن تركي بن راشد الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة والشيخ عبد الله بن خليفة بن أحمد الخليفة وسعادة العقيد خالد عبد العزيز الخياط رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وعدد من السفراء والمسؤولين بقطاع الشباب والرياضة بالمملكة. وقد ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة دعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة بمملكة البحرين، لا سيما رياضة فنون القتال المختلطة، والتي لها كان الفضل الكبير في تحقيق البحرين نتائج مشرفة في وقت قياسي خلال المشاركات الدولية المختلفة، والذي وضع اسم البحرين بين الدول المتقدمة في هذه الرياضة العالمية. وقال سموه: لقد لعب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة دورا فاعلا من خلال الجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل تعزيز ثقافة هذه الرياضة في الوسط الرياضي البحريني، وكذلك على المستوى الإقليمي والأسيوي والدولي، حيث كان لتلك الجهود بالغ الأثر في انتشار أوسع لهذه الرياضة بين الشباب، والذي حققت خلالها العديد من المكاسب أبرزها اليوم ونحن نشاهد بزوغ لبطولة بريف التي تعتبر فكرة نابعة من سموه، تعكس طموحات وتطلعات سموه في تعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية بهذه اللعبة، ويسهم في جذب الأنظار الدولية لهذا البلد الصغير في الحجم الكبير في العطاء بشتى المجالات. وأضاف سموه أن هذا الحدث يعتبر البداية الحقيقية في تنظيم تجمع رياضي عالمي في هذه الرياضة على أرض مملكة البحرين، متمنيا سموه ظهور مزيد من المقاتلين من الشباب البحريني لتقديم المستويات المتقدمة وتحقيق النتائج المشرفة. من جانبه أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بحضور ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لمنافسات هذه البطولة والذي ساهم في نجاح هذا الحدث، ما يكسب البحرين سمعة عالمية واسعة في تنظيم هذه البطولات، بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة بجعل المملكة وجهة عالمية لإقامة مختلف المحافل والبطولات الدولية، والذي يعزز من مكانتها ويساهم في دعم اقتصادها الوطني وجعلها مقصدا سياحيا ورياضيا. وأعرب سموه عن سعادته الكبيرة بإقامة هذه البطولة التي تأتي ترجمة لتطلعات سموه في تحقيق الأهداف التي وضعها في تعزيز موقع مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية برياضة فنون القتال المختلطة عبر إقامة البطولات الدولية على أرض المملكة وتفعيل التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي لرياضة فنون القتال المختلطة في إقامة البطولات التي تساهم في دعم هذه الرياضة. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة: يجب أن نهنئ أنفسنا على هذه الخطوة المتقدمة بتنظيم البحرين أول بطولاتها العالمية، والتي يجدر بنا أن نؤكد من خلالها أن البحرين أصبحت دولة متقدمة في هذه الرياضة التي شهدت مشاركة واسعة من مختلف المقاتلين المحترفين. هذا بالتأكيد يؤكد شراكتنا وتعاوننا مع الاتحاد الدولي للعبة والمنظمات العالمية ذات العلاقة. فبعد أن كان عام 2015 تأسيساً لرياضة فنون القتال المختلطة وللهواة بوجه الخصوص، فقد بدأنا الآن بانطلاقة الحقيقية للمحترفين. وأشاد سموه بالمستويات القوية التي قدمها المقاتلون خلال نزالات البطولة والتي شهدت الإثارة والقوة والتحدي، مهنئاً سموه المقاتلين الفائزين ومتمنياً سموه حظاً أوفر للمقاتلين الذين لم يحالفهم الحظ في تحقيق الانتصار، مقدراً سموه في الوقت ذاته الجهود التي بذلتها السواعد البحرينية المخلصة في تنظيم هذا الحدث والذي كان له الأثر المتميز في نجاح أول نسخة من هذا الحدث.
So a lot of pride on the line for Hamza. Yeah, I've trained with Hamza before. Hamza is a very good fighter. He's aggressive. He's going to want to take this fight to the ground. He will have the wrestling style against his Egyptian stand-up fighter. Ladies and gentlemen, we are ready for the fifth fight of the evening. Whew, that was intense. Did you feel that? And the crowd's going to go. He's trying to go for the other, but he needs to bring the arm across his head. Wow, what a performance already by Hamza Quinn. Mashaly walks up a little disgruntled, but so far he seems okay. Round one easily goes. And it's over. There it is. Hamza Koheji. Mashaly wasn't having it. Hamza said, fine, that's fine with me. I'm going to go to North South. Saw no defense, went for the North South choke, and he got it. A very big moment in Bahrain MMA for one of the pioneers, Hamza Koheji. North-South choke at 3 minutes. Give it up for the pride of Bahrain, Hamza Koheji. They're both smiling. They want to finish each other. Then Trump, he gets a choke and he taps him out. Just like that. Didn't put up any sort of a fight. He was done. Fran, well said. بالعزيمة وبالقوة والتحدي تتمكن من تخطي كل الصعاب والحواجز لتصل لأعلى المراكز. وفي عالم الرياضة تحتاج للوقت بالإضافة للجهد والمثابرة، وهذه الأمور لا تتحقق إلا من خلال الاحتراف. وإيمانا بهذا المبدأ انطلقت أول بطولة لمحترفي فنون القتال المختلطة في البحرين، وسط متابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. تعرف اليوم احنا يعني الحمد لله في ازدهار في تنظيم الفعاليات والبطولات. الليلة احنا نتكلم عن استضافة بطولة، او مو باستضافة، هي انشاء المسمى بريف اللي هو المعنى الى الشجاع. هي منافسة للشركات العالمية مثل اليو اف سي والى او تايتن والى اخره. فهذه الشركة راح تكبر، راح تجمع افضل مقاتلين العالم من كل دول العالم، راح تكون ان شاء الله جوالة في دول العالم. عندنا كذا حفل في البحرين من شركة بريف، وإن شاء الله بتشوفونها حوالي العالم. راح تكسب الصيت شوي شوي، لكن احنا عارفين شيء واحد، راح نوصل لأعلى المستويات إن شاء الله في هذه الرياضة. مدام خالد بن حمد على رأس هذه الرياضة، وهو شخص ممارس لهذه الرياضة وبينهم ويقاتل معاهم، فأنا متأكد إن شاء الله بتوجيهات جلالة الملك يبغي البحرين الأفضل، يبغي البحرين في العالمية. واجبنا احنا ان احنا نحقق هذا الحلم الى حقيقه. حمزه شرفنا اليوم، رفع علم مملكه البحرين بين المقاتلين المحترفين. حمزه هو مواطن بحريني يرفع الراس، واحنا ان شاء الله بحمزه وبقدرات خالد بن حمد ايضا راح نشجع وراح نشوف بحرينيين قادمين يصيرون ان شاء الله ابطال، يعني شروه حمزه وخالد بن حمد في هذه الرياضه. بطولة بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين في نسختها الأولى شهدت مشاركة بحرينية تمثلت بالمقاتل حمزة الكوهجي، الذي تمكن من تحقيق الانتصار على أرضه وبين جماهيره، وذلك بعد تغلبه على منافسه المصري محمد مشالي في الجولة الثانية. أكيد يعني ليه كنت أغلب برا ما كان نفس حلاوة أنك تغلب في البحرين، وهي شيء قلت حق كل من حتى لو شنو، بس داخل برا وايد في البحرين وايد احلى. يعني سمو الشيخ خالد ما قصر وياي حق اخر سنه، كل فايتاتي حضارهم، فدائما هاي شيء من الاشياء الاساسيه اللي تدفعني ان اواصل لعب، اواصل فوز، اواصل كل شيء اخذه ستريكت، يعني اكلي يكون غير، رقادي يكون غير، طلعتي تكون غير، بس عشان لان العب في البحرين عندي البحرينيين وعندي سمو الشيخ خالد وياي.
مستويات لافتة شهدتها صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، حيث حرص 20 مقاتلا محترفا على تقديم كل ما لديهم من قوة وفنيات للفوز بالمواجهات. وتعد هذه البطولة انطلاقة حقيقية للاحتراف في مملكة البحرين بعد أن شهد العام الماضي إقامة 3 بطولات للهواة. النزالات شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، حيث حرص عدد كبير من عشاق هذه الرياضة من مختلف دول العالم على متابعة منافسات البطولة. إنها المرة الأولى التي أحضر فيها لمتابعة هذه المنافسات بشكل مباشر. عادة ما كنت أتابعها عبر شاشات التلفزيون. أنا مستمتع جدا بهذا التنظيم الرائع. يعني أنا من متابعين الـMMA كـUFC من زمان، على طول أتابع مبارياتهم، وحتى بالنسبة إلى البحرين من أول ما صارت منافسات اللي نظموها حق HK Team قبل سمو الشيخ خالد، أنا كنت دائما أحرص على أني أكون من المتواجدين من المتابعين للمباريات. أنا سعيد جدا بحضور اليوم لهذه البطولة، وفخور بدعم مملكة البحرين واحتضانها للمقاتلين المحليين الذين يتنافسون مع أقوى المقاتلين العالميين. لأن أنا أحب هذا النوع من الرياضة، يعني الفايت عجيبة كانت اليوم، وشدني إنه يعني شفت الماركتينج حقه شيء ذي جذبني وعجبني إنه بريف إيفنت فسمعت عنه وجيت. صراحة وايد عجبني، خاصة الافتتاح كان وايد عجيب، يعني إنه ما كنت أتوقع إنه شيء بيكون كذي. وفي النزال الرئيسي للنسخة الأولى من بطولة بريف للمحترفين لفنون القتال المختلطة، تمكن المقاتل الأردني عبد الكريم السلوادي من تحقيق الفوز على العراقي رامي عزيز. بطولة بريف الدولية، أول بطولة دولية عندنا تقام في البحرين تحت رعاية سمو الشيخ خالد، وهي بطولة ناجحة بكل المقاييس، من ناحية المشاركة، من ناحية الجمهور، من ناحية التنظيم الرائع حقيقة اللي شفناه اليوم، اللي يعكس مدى قدرة الشباب البحريني. إقامة بطولة بريف تأتي تحقيقا للأهداف التي وضعها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والتي ترتكز على إقامة بطولة عالمية قوية مقرها مملكة البحرين، يتنافس خلالها أقوى المقاتلين وتسهم في الارتقاء برياضة فنون القتال المختلطة في مملكة البحرين. من مدينة خليفة الرياضية، حمود الجيب لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين.